هذا الكتاب ألفه، كتبه، ألح على إخراجه السجناء، أكثر من 70 سجينا كتبوا إفادات هذا الكتاب ووثقوا ما حصل في ذلك اليوم وما لحق ذلك اليوم بتفاصيل فيها مرارة وفيها أنفة ومقاومة في نفس الوقت. طبعا الكتاب هذا كان على طاولة العمل والاشتغال وفي ورشة العمل والاشتغال لسنة تقريبا، وتأخر إصداره. كان يفترض كما يعلم البعض، كان يفترض أن يصدر قبل عام، يعني في الذكرى السنوية الأولى لأحداث سجن جو. تأخر لأسباب فنية ولأسباب أخرى. من دفع أكثر للعجلة بإصداره هم السجناء أنفسهم، يعني السجناء أنفسهم كانوا من خلال قنوات معينة يتساءلون متى سيصدر الكتاب. ولكم أن تتخيلوا هذا المشهد، أن السجناء الذين لا تزال معاناتهم مستمرة حتى اللحظة، حتى الآن، حتى اللحظة بالمعنى الحقيقي وليس المجازي، هم الذين يلحون ويصرون على صدور هذا الكتاب وعلى نشره وعلى أن يكون في متناول الجميع. فتيسر الأمر، وربما يعني دائما أنا أقول هذا الكلام، ربما التأخير كان فيه خير ومصلحة، لأننا بسبب هذا التأخير يعني تحصلنا على إفادات إضافية مهمة جدا. وأشير على وجه الخصوص بالإفادة التي يحتفي بها الكتاب على وجه الخصوص، وهي إفادة الشهيد رضا الغسرة، وهو شخصية شاب لم يتجاوز 30 من عمره، ولكن يعتبر اليوم في البحرين أيقونة كبرى. حادثة الاعتداء على والدة سجين وأم شهيد كان تراكما، هذا الاحتجاج، هذا التمرد كان تراكما للغليان الداخلي داخل السجن، وكانت هناك شرارات كبرى أطلقها السجناء من الداخل، وعلى رأسهم كما يحتفي الكتاب بشكل خاص على رأسهم الشهيد عباس السميع، الذي أطلق زفرات مبكرة من داخل السجن، زفرات من التمرد المبكر داخل السجن، وحدثت تفاصيل كثيرة في أثناء عملية الهجوم، تفاصيل يتحدث عنها السجناء بشكل مفصل، ماذا حدث، طريقة الهجوم، الإصابات التي وقعت، طريقة مقاومة الهجوم. يحاول الكتاب أن يوثق أهم أشكال القمع التي تمت، يوثق الكتاب أهم الضباط بالأسماء الذين أمروا وباشروا عملية القمع، يوثق الكتاب أيضا أسماء الجنود والعناصر، عناصر الشرطة الذين شاركوا في عملية القمع. لكم أن تتخيلوا في شهر 3، يعني في هذا الوقت الجو بارد، يتم وضعنا في ساحة كبيرة، نتوسد أيدينا ونفترش الأسفلت دون فراش للنوم أو أغطية يعني لتغطية الجسم، أو على الأقل وقاية الجسم من البرد. عزكم الله، الحمامات يوجد حمام واحد فقط إلى عدد ما يقارب 240 شخص. ما هو دخل المعتقد؟ ما هو دخل أن يكون هذا شيعي أو هذا سني، أو فصل السجناء السنة عن الشيعة، أو التلفظ بكلمات بذيئة على المذهب أو على المعتقد؟ كانت هناك غل داخلي لدى بعض الشرطة، خصوصا من هم من جنسيات عربية كالسوريين وبعض الأردنيين،